عودة لكم مشاهدينا. الكثير من الطلاب بيسعوا دائما للحصول على منح دراسية بتطورهم بمراحلهم التعليمية وبتكبرهم أكثر وأكثر خطوة بعد خطوة. هذا الشيء اللي نحن كلياتنا بنحاول إنه نحصل عليه ومندور على أساسياته ومعاييره بالطريقة الصح. طب كيف فينا نضمن أصلا إنه نحن نحصل على منحة دراسية صحيحة بتناسبنا ونكون مقبولين فيها؟ هذا الشيء اللي حنحكيه أكثر مع الدكتور جورج مراش يلي انضم لنا عبر سكايب من لندن، الناشط الاجتماعي وايضا الناشط بتمكين السوريين. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي، اهلا مصدرين. يسعد مساك جورج واهلا وسهلا فيك، نورتنا. خبرني بدايه عنك، انت هلا مقيم بلندن، احكي لنا عنك اكثر عن جورج مراش. يسعد اوقاتك، اسمي جورج مراش، خريج كليه صيدله جامعه دمشق. بعدها حصلت على منحة لأجي أدرس بكينغز كوليج لندن، عملت ماجستير بالصحة العالمية والعدالة المجتمعية، وحالياً عم بشتغل بالجامعة بقسم الكارير أند إمبليبيليتي، زيادة فرص الطلاب من الحصول على وظيفة وعمل. عم حاول أشارك كل الخبرة اللي عم ببنيها هون مع السوريين عبر السوشيال ميديا لحتى يقدروا يزيدوا فرصهم بالحصول على منح والحصول على عمل بيناسبهم. الله يعطيك العافية. خلينا نسألك، كونك ناشط بتمكين السوريين، كيف بيحصل الطالب على منحة دراسية ويكون فعلا قدران يضمن أنه رح يحصل عليها؟ تماماً، سؤال كتير بمكانه. لكل منحة دراسية في معايير مطلوبة للتحقيق، وفي بروسيس اللي هي بتكون بداية أبليكيشن الطالب بيعبيه لحاله، بعدها بيبعثه للجهة اللي عم تقدم المنحة، وراها بيعملوا شورت ليستينج وبيعملوا انترفيوز. فلحتى أقدر أحصل على منحة بدي أمشي بالخطوات اللي حاططها المنحة، أبلش بالطلب اللي هن حاطينه، وراها أن ترشح للمقابلة، وراها يقولوا لي إنه قبلوني بالمنحة. بكتير أوقات بتكون المنحة منفصلة عن القبول الجامعي، بتكون المنحة عم تقدم تغطية للتكاليف، فأنا بكون مضطر أيضاً أني أقدم لجامعة بالبلد اللي المنحة حاططه. فالخطوة الأساسية والأهم واللي كتير من الطلاب ما بيعرفوا يبلشوا فيها هي جوجل، إنه أبحث كتير. كتير لازم نعمل بحث وريسيرش على شو هي المنحة اللي بتناسبني وبتناسب القدرات اللي عندي وبتناسب الأحلام اللي بدي إياها والمجال اللي رايح أدرس فيه والبلد اللي حابب أدرسه. تمام. الكثير من البحث والكثير من القراءة. تمام. طبعا كل منحة جورج بتكون متوجهة لشريحة معينة، اختصاص معين، لكن في معايير مشتركة اليوم لازم تتوفر فيني أنا كطالب لحتى بمجرد ما بلش فكر بأنه أنا بدي أطلع منحة دراسية. شو هاي المعايير اللي لازم أنا أشتغل عليها من البداية؟ تماماً، كثير كمان سؤال بمكانه بصراحة. الشغلة الأساسية واللي كل المنح بالعالم بتطلبها هي اللغة الإنجليزية. ما في أي منحة بأي بلد كان إلا لازم يكون في عندك لغة إنجليزية متمكن منها بطريقة على القليلة تعبر عن نفسك وتقدر تفهم الآخر شو عم يحكي معك. فالمستوى المقبول من اللغة الإنجليزية هو مينيموم أنك تقدر تكون عم تعمل محادثة مع شخص ما. والشغلة الثانية هي التحصيل الأكاديمي. هلأ أكيد بكل منح ما عم بيدوروا على شخص عم يحصل على 100% من العلامة، ولكن شخص يكون إذا استثمرنا في المال حتى يجي يدرس يكون will make the best out of the study، رح يعمل الشيء المتوقع منه خلال فترة الدراسة. فالتحصيل العلمي بالإضافة للغة الإنجليزية بنفس الوقت يكون في خبرة عمل، فالموازنة بين الوقت اللي عم أقضيه بالدراسة والوقت اللي عم أقضيه بالتطوع لأحصل على خبرة عمل هو شيء أساسي. هذول الثلاثة requirements هن الأساسيات بمعظم منح العالم، يكون في موازنة بين التحصيل العلمي، الخبرة المهنية، وأيضا اللغة الإنجليزية. جورج، قلت أنه لازم نحن نكون متمكنين من اللغة الإنجليزية، ولكن في بعض الأشخاص بيعتقد، ما بعرف إذا هالمعلومة صحيحة أو لا، عندك الجواب الشافي، أنه لازم يكونوا متمكنين من لغة البلد يلي رايحين عليها أو بلد الجامعة المانحة للمنحة الدراسية. قديش هالمعلومة صحيحة وقديش فعلا نحن لازم نتمكن من لغة البلد يلي رايحين عليها بالمنحة الدراسية؟ تماماً، بكتير أوقات بيكون مطلوب مستوى معين ولكن كتير بسيط من اللغة تبع البلد. فمثلاً في منح بروسيا، بإيران، في منح بدول مختلفة لغاتها بتطلب الجامعة يكون عندك معرفة بسيطة واللي الشخص ممكن يحققها أونلاين، بس إنه هو يعرف على القليلة يقول مرحبا وأهلين. بقلب الدراسة بأغلب المنح حول العالم بتكون باللغة الإنجليزية، لأنه اللغة الإنجليزية هي لغة العالم كله. فالمنحة لحتى تكون مفتوحة لكل دول العالم بيعملوا الدراسة باللغة الإنجليزية، ولكن معيشتنا بهذا البلد اللي رايحين عليه تتطلب معرفة بسيطة باللغة، وبكثير أوقات المنحة أيضا بتغطي تكاليف دراسة هاي اللغة. فمثلا منحة داد بألمانيا
مطلوب يكون في لغة إنجليزية وكتير مستوى بسيط من اللغة الألمانية. تتضمن المنحة تغطية تكاليف الدراسة للغة الألمانية أول 3 شهور من الوصول، فهي لحتى شخص يقدر يتواصل مع العالم حواليه، بس اللغة الإنجليزية هي الأساس. خبرنا عن أبرز الدول يلي ممكن تعطي منح دراسية وأيضاً منها المجاني أو المأجور. للحقيقة نحن اليوم عايشين بعصر كل العالم عم بيقدم فيه منح، كتير في تركيز فظيع على أهمية التعليم، فحرفياً أكثر من 70% من دول العالم بتقدم منح. كتير أشخاص ما بيعرفوا إنه حتى جامعة دمشق بتقدم منح للطلاب الفلسطينيين واليمنيين اللي هن لهلأ موجودين بسوريا عم يعملوا دراسة. فمثل ما قلت قبل شوي، البحث كتير هو مهم. أكثر منح مشهورة للسوريين حالياً بقلب الوسط بين السوريين هي منح لبريطانيا، منح لألمانيا، تركيا وهنغاريا. ولكن برجع بقول إنه في منح حول العالم كلياته، فالبحث كتير بهم إنه نحن نقدر ندور على المكان اللي نحن حابين نروح عليه، ونقعد نبحث عن الجامعات الموجودة فيه وشو المنح اللي حاططها هي الجامعات لحتى نقدر نقدم عليها. وعلى صعيد الوطن العربي جورج، في بقطر منح، وكان في بأبو ظبي حاليا بسبب كوفيد 19 توقفت، ولكن من المتوقع ترجع تفتح بس ليصير الوضع شوي أوضح. في بجامعة القاهرة، في بجامعة الأمريكية بمصر أيضا، في يعني بكذا دولة بالوطن العربي منح لازم الأشخاص يدوروا. مثل ما قلنا قبل شوي، في منح لروسيا، في منح لإيران، في منح لأستراليا ولكندا ولكثير دول تانية حول العالم. تمام. باليابان مؤخرا عم نسمع كثير في شباب وصبايا عم يطلعوا باليابان، عندك فكرة، عندك معلومات عن الموضوع جورج؟ تمام. اليابان ايضا بتمنح منحه ماكس، ايضا مفتوحه لكل دول العالم، وسوريا واحده من الدول اللي يستطيع الطالب السوري التقديم عليها. ممكن يقدم على دراسه ماجستير بحثي فقط. الماجستير بده يكون الشخص عنده مشروع رايح يبحث عنه، بتغطي المنحه تكاليف سنتين ايضا لحتى الشخص يطلع ويعمل الماجستير تبعه او البي اتش دي، ولكن ما بتغطي تكاليف البكالوريوس او الاندر جرادويت ديجري. تماما. طيب جورج، نحكي بأسهل طريقة للتواصل مع الجامعات وتسهيل الوصول أو الحصول على منحة. تمام. لا، في شغلة كتير مهمة، إنه لأقدر أتواصل مع الجامعة أساسا بدي يكون فايت على موقع الجامعة الرسمي تبعها. ما بأخذ معلومات المنح من المواقع الثانية أو الصفحات اللي عم تعمل ترويج. مثل ما ذكرت حضرتك، يمكن ما يكون المنحة حقيقية، فأنا أروح وقتي وأنا عم بدور والأخير تطلع الشغلة بس مزحة أو موقع عم يعمل له شهرة. فدائما بفوت على المواقع الرسميه تبع الجامعات اللي بتكون واضحه انه موقع نظامي. بعد ما اقرا كثير منيح موقع الجامعه واقرا مزبوط شو حاكين عن المنحه، ساعتها بشوف كيف اتواصل معهم. بكونوا حاطين ايميل او بكونوا حاطين فورم بعبيه بيوصلهم ايميل نظامي. التواصل مع الجامعات كثير سهل، وكثير بصير اللغط حول هذا الموضوع. الاشخاص بيفكروا انه ما حترد الجامعه او ما حيتفاعلوا، هن حقيقه كثير متفاعلين وكثير متجاوبين، ولكن متجاوبين مع الأسئلة المنطقية اللي جوابها ما أنا واضح على الموقع. تمام. فهن ما بيروحوا وقتهم، لأنه كتير بيتواصل معهم أشخاص من حول العالم، فضروري قبل ما أبعت إيميل للجامعة واللي إيميلها بكون محطوط على موقعها، أني أكون قارئ مزبوط والسؤال تبعي متأكد أنه ما له جواب على الموقع. تماما. طيب جورج، بالنسبة للأخطاء الشائعة، كونك هلا حكيت إنه في أشخاص بيلاقوا أو بيفكروا إنه التواصل مع الجامعات أمر صعب، فخبرنا عن أبرز الأخطاء الشائعة حول معتقدات قد تكون مبنية، شو هي معايير الحصول على منحة؟ يعني للحقيقة عم واجه حاليا كثير من الأخطاء الشائعة، أو إذا بدي أقول الترند، بين السوريين اللي بيفكروا إنه لازم لأقدر أحصل على منحة يكون عندي 100% علامات أكاديمية، لازم أكون متفوق أكاديميا. هذا الشيء صحيح لنسبة قليلة من المنح اللي هي بتكون للأشخاص اللي جايبين 100% أكاديمي، ولكن بكثير منح هي معنا صحيحة. كثير أشخاص بيفكروا إنه لازم نكون من طبقة اجتماعية معينة لحتى نقدر نحصل على منحة، كمان هذا الشيء ما هو صحيح. المنح مفتوحة لأي شخص حول العالم، وين ما كان، بقلب سوريا، برات سوريا، وين ما كان هذا الشخص فيه يقدم على منح. فهي كمان واحدة من الأخطاء اللي كتير طلاب بيخافوا يبلشوا أو بيخافوا يقدموا، بيقولوا أنا بقلب سوريا أكيد ما حدا حيعطيني منحة. تمام. لا أبداً، في شيء اسمه equal opportunities حول العالم بيمشوا عليها، اللي هي إنه الفرص المتساوية للجميع. صح بكثير اوقات ما بتكون حقيقه بمختلف الاماكن، ولكن بالمناح وبالجامعات عم بيحاولوا قد ما فيهم يكون فعلا ايكوال اوبورتونيتيز، اي طالب بيقدم
بيتم قراءة الطلب تبعه قبل ما يشوفوا دينه، مكانه، وين هو موجود، إلا إذا كان من الشروط إنه يكون من بلد محدد. تمام. جورج، بس بدي أطلب منك بختام فقرتنا تذكر لنا اسم الجروب يلي أنت عم تقدم فيه استشارات حول المنح التعليمية بشكل مجاني وبشكل تطوعي، كرمال اللي عم يتابعونا حابين يستفادوا من المعلومات يلي موجودة عندك يقدروا يتواصلوا معك. تمام، حقيقة برد على أي رسائل تجيني سواء على الشخصي أو على الجروب. الجروب Empowering Syrian Youth، في بقلبه ما بس أنا، في بقلبه أشخاص تانيين حاصلين على منح وأشخاص أوريدي مسافرين وعم يدرسوا حاليا بجامعات مختلفة، عم نحاول نستجيب لأكبر قدر ممكن من الأسئلة. فلحد الآن صار عندنا 11,000 شخص كله عم يتعاون مع بعض، وهذا الشيء بيدعو للفخر، بيدعو للفرح إنه كلياتنا عم نساعد بعض. فالجروب اسمه Empowering Syrian Youth، بيقدروا يفوتوا عليه طلب الانضمام له وبيتوافق عليه فورا لأنه كثير أشخاص موجودين، ويعني يحطوا أي سؤال بالدنيا ولكن بعد ما يكونوا عملوا بحث. يعني هذا الشرط الوحيد اللي بالجروب موجود، إنه يكون مدون مقارئ بعد حط سؤالك. تماما. تحية لكم ولكل القائمين على هذا الجروب، وشكرا لك جورج، وكل التوفيق لطلابنا بالداخل وبالخارج إن شاء الله. يا رب. شكرا لكم. شكرا لك.